بيض الراس الفاني كانك راس مراه، بعد الهمة والظفرة مسيت عظام. ما كانت مولاتك زايخة مشهورة، في نجوع بهمة تعشي على الريام. ما مشطاتك شاو الصوم غير صغيرة، ما هزاتك شي هجرة وريح غرام. ما كانت مولاتك تايها بالنظرة، ما طعنت قلوب الوال عابسهام. ما دخلت شي بيك عراسك ما نارة، ما شداتك شي بعمايم التبرام. ما مدحت فيها وصافها شعارة، ما كتبت في زين وصافها الأقلام. ما ركبت قوما لعقابها تسارة، تنده في فرسان الحيف في تنظام. ما ركبت هودج على جمال الصحراء، ما ساقت جحفة بالخيل يوم زحام. أهلك حيلي سولوا للعذاب الفخرة، مثل الصور عليها دايرين حزام. أهل سروج القاضي فرجال النعرة، بمكاحل وسكاك النار هم تسنيه. هذا برك ولا جيت براني، يا راس المحنة لله كلمني. حددته عطاني قمنا، وانطق لي يا بدن الله جاوبني. قال انا يا اسمي الهاشمي بنونة، مولا حكمة قاع الناس تعرفني. جدي من مصر وعاش في قسنطينة، يسمى سيد المختار بنهني. وامي من جبل زواوة اسمها يمنى، بوها من الاشراف على صلو حسني. جيت مقبل رايح قاصد المدينة، نوصل للقبر الرسول متمني. في جدة راحوا الاصحاب وتفارقنا، خرجوا لي ذو الظلام قتلوني. وبقيت مطيش في الأرض العريانة، حتى جاوا أصحاب الخير دفنوني. عاشرة المدران حساب 60 سنة، حتى وين أحمل الواد كركبني. 6 سنين عداد بقيت في ذلهانة، واللي مكتوبة في الراس تلحقني. ماذا قاس هذا الراس ماذا عانى، نطلب من الله الرحمن يرحمني. هذا برك ولا جيت براني، يا راس المحنة لله كلمني. ثلث سنين في ذلهانة، حن علي يا ربي دار لي تيسير. ارفد راسي مولا خير دار القمنة،
في طوع الله قال ندير فيه الخير. حطوا في صندوق وغاب يا فطانة، مرتو شكتو هي عليها تغير. اديتو العجوزة ما كراك هنا، قالت لها بنتي واش راغي يصير. هذا الراس المرتو لولا يمينة، يتفكر هادي ما كيف كان صغير. أحرقيه وما تبقى شي مغبونة، ورمادو يديه الريح بيطير. أحرقيه وهني خاطرك شنانة، وتنحي من قلبك بيه هم كبير. وإذا خليته يزيد لك غبينة، يبقى بالك له غير بالتفكير. أحرقيه وديري واش قلت لك أنا، أتخليه تخلي راجلك للغير. واكتب لي مكتوب الله في ذي المحنة، حتى نوصل في دمرة وتحرقني. هذا برك ولا جيت براني، يا راس المحنة لله جاوبني. راحت بمحنتها حزنة مكوية، حلفت تخلفها مني ترد الفار. الشيطان غلبها ودار فيها كية، بالشحنة دارتني من صبال النار. هذا مكتوب الله كيف رد عليا، وانصبت الكانون انا وزوج احجار. مدة سنة والنيران تلهب فيا، وصبرت لها وانا في لضا الجمار. قاسيت محاي الاقدار في ذي الدنيا، زادتني دن مخلوقة على الاقدار. ما كان اللي سلكني ودار مزية، حتى راجلها ما جاب ليش اخبار. انساني حتى هو وسلم فيا، وصبرت على الهم نهار بعد نهار. هذه هي القصة يا عشير الدنيا، ميت قاسى في الدنيا عذاب النار. من بعد النار اللي ما قضت عليا، ما طاقت قلب عظم الشقى الغبار. ما صابت في التالي واش تعمل بيا، جابتني في هذا الواد لاحتني. هذا برك ولا جيت براني، يا راس المحنة لله كلمني. الله استرني يا بن مرزوق وادفني. هذه قصة هذا الراس يا أهل الله، خذوها وحفظوا كلامها مني. شوفوا البنادم من عز كيفه ولا، كيما كان يكون نهايته فاني.
سيدي الأخضر خلى ذي الحكاية مثله تحفى في فن الخيال تعجبني جاب حرير الدودة ودار منه حلة وهدى غالب المختار بن هني وانا زدت لها برضاها كم من وصله والله يجعل مولاها يسامحني واش نزيد انا يا على عسل النحلة غير حلاوة جات على هوا فني سيدي الخضر بالنخلوف دار الحلة نظمها بكلام رزين ومعاني واختمها بصلاة على إمام الرسل صلى الله عليه الفين بالمثني أرحم يا ربي مداح رسول الله وارحم بن مرزوق معاه وارحمني هذا برك ولا جيت براني يا راس المحنة لله كلمني هذا القصيدة على نغمتنا وتمت ذي القصة في ما يتم الكون واش استخلصنا منها واش فهمنا واش ادينا منها يا أهل المكنون سيدي لهم ربي باه نظمنا هذا القصة خلاها النافس صون سداها بخيوط حرير ونسجنا نسجم رمى وعمل فيه كل فنون واللي يعرف مغزاها يفك المعنى يلقى فيها حكمة داخل المضمون معنتها هذا الدنيا تزول وتفنى وما يبقى غير الخلاق في ذا الكون قصة راس بنادم غير قافو معنا جات لسيدي فكرة كلامها موزون وانا ولد الحمد عطيت هذا البنا طامع نلقى في الحاج الحبيب العون هو شيخي واللي لقيت فيها الظنة وعطاني سر التنظيم في الملحون برضاية الشيخ النال ما نتمنى ونرجى في مول الحلا يكافيني هذا برك ولا جيت براني يا راس المحنة لله كلمني